شاركنا في الأيام الوطنية جبل عمور للمسرح بكلا المشروعين، ونموذج عن حلم اللي هو مشروع في المدارس مخصص للأطفال اللي عندهم اضطرابات في التمدرس، وكان هنا في مدرسة مع تقريبا 20 تلميذ. تعبنا بزاف بنجحنا هذه التظاهرة الحمد لله اللي اكتسبناها، كان ختامها مسك. رافقونا فئة من مختلف الولايات، 6 فرق من مختلف الولايات، متربصين من مختلف الولايات، رسك 22 ولاية.